تعقد مؤسسة الضمير الفلسطينية مؤتمرا صحفيا يتناول تفاصيل التعذيب الذي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله ضياء حوشية مراسل الغد. إذن ضياء، ما هي التفاصيل؟ نعم وائل، فعليا المؤتمر لا زال منعقدا حتى هذه اللحظة. مؤسسة الضمير تتحدث وتحدثت قبل قليل عن شهادات مرعبة لبعض الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب الشديد حتى وصل الحال بهم كما حصل مؤخرا مع الأسير سامر عربيد الذي تتهمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنه من يقف خلف عملية عين موبين والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة آخرين في العملية التي وقعت غرب مدينة رام الله. المؤسسة تتحدث عن حالات تعذيب شديد وأيضا عدم السماح لها ولكل مؤسسات القانون والحقوقية العاملة إن كان في إسرائيل أو إن كان في الأراضي الفلسطينية من الحصول على أي معلومات تتعلق بهؤلاء الأسرى الذين لا زالوا فعليا يخضعون في مراكز التحقيق لتحقيق عسكري قاسي جدا. نحن نتحدث عن فترة مدتها 75 يوم كما تقول المؤسسة دون توجيه أي تهم لهؤلاء الأسرى ودون جعلهم يقابلون محاميهم حتى. نحن نتحدث عن تاريخ حافل لربما في السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالتعذيب الممنهج في داخل السجون الإسرائيلية وفي مراكز التوقيف وفي المعتقلات الإسرائيلية. مثلا على سبيل المثال عام 95 كيف قتل الأسير الفلسطيني عبد الصمد حريزات بعد أن ثقب محققو الشباك صدره بمفك ومن ثم أدى ذلك إلى استشهاده، وتلا ذلك أيضا أسير لبناني تعرض لاغتصاب من قبل المحققين الإسرائيليين. بمعنى أن التحقيق داخل السجون الإسرائيلية مستمر يتنوع ما بين الضرب في مناطق حساسة ومن ثم ما حصل أيضا مع الأسير سامر عربيد بأنه أصيب بالفشل الكلوي نتيجة التقارير التي حصلت عليها مؤسسة الضمير وقالت بأن الضرب المبرح في المناطق الحساسة وفي كلا الكليتين تسبب له بفشل كلوي وأيضا فيما يتعلق بالرئتين. المؤسسة تتحدث عن انتهاكات. إذن ضياء شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا المؤتمر الصحفي.